أهلا من جديد مشاهدينا. التمرين ده ممكن يتشاف للمشاهد إنه هو سهل بصورة سلسة، لكن هو صعب جدا، بالذات تمرين التشيست يعني. وبرضو إذا عايز تخلص من التمزق عنده تفاصيل أخرى غذائية وتمارين أخرى إضافية، ولكن التخلص من المشكلات النفسية التي ضربت المجتمع السوداني في الفترات الأخيرة هي يجب أنه نتخلص من خلالها عن طريق اختصاصيين نفسيين، اختصاصيين اجتماعيين يقدموا لنا الخدمة والفائدة للمشاهد الكريم. يمكن الفقرة الحوارية هي روشتات في بريد المواطن، في بريد المسؤولين، والاحتكام صوت العقل في الظروف الاستثنائية اللي نعيشها الآن يعني. التفصيل فيها يمكن يأخذ فترات وحلقات، لكن نتناول القليل منها صباحا مشاهدينا. نرحب مباشرة بالدكتور ياسر موسى، اختصاصي النفسي والاجتماعي. صباحا أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين في كل حتة في أرض الوطن. الله يكرمك دكتور. إذا كان غذاء الجسم في الرياضة والنشاط واتباع حميات غذائية معينة، فغذاء الروح، الغذاء النفسي، يمكن أنت تشمله في شنو صباحا؟ تاني صباح الخير عليكم. هو ما من فصلات مع بعض، ويمكن العضلات التشست اللي بيتكلم عنها الكوتش هي العضلات الحسية، يعني مرتبطة بالتفكير وبالتركيز وبالتواصل، عشان كده هي صاحبة المقولة الجسم السليم في العقل السليم. هي من العضلات دي بالمناسبة، عضلات الصدر دي وعضلات التشست. كمان المجتمع والنفس ليها مواقع ومراكز مرتبطة بالآخر، ولا يمكن أن نقيم النفس بمعزل عن بيئتها وعن الآخر. من هنا بتجي القوة أو الضعف. وين النفس عايشة ومعايات ومحيط بتتعامل، وياتو ثقافة بتكتسبها من المحيط ده، ياتو معطيات روحية وجمالية بتحفز التفكير وبتحفز الشعور لإنتاج كل ما هو جميل. عشان كده النفس لا يمكن فصلها من محيط الاجتماعي، ويتظل الحالة بتاعت العطاء المتبادل ده، النفس تدي والمجتمع يدي، وبينهم أشياء غير مرئية لكن هي اللي بتشكل سلوكنا وبتشكل مزاجنا وبتشكل إبداعنا وابتكارنا وإحساسنا بالمزيكا وإحساسنا بالفن وإحساسنا بالآخر أيا كان، حتى الحب نفسه. يا دكتور انت احنا سبحان الله يعني ماشيين تدريجيا بالرياضه، والرياضه هي كان غذاء الروح النفسي برضه، لانه بيقولوا بعد الرياضه مباشره بتشعر براحه نفسيه كبيره جدا. صحيح. تتخلص من كل الارهاق، بتتخلص من كل الانفعالات الداخليه يعني. فده بقودنا للسلام الداخلي. انت مهما كان البيئه المحيطه بك سلبيه، ومهما كانت الظروف اللي انت بتعيشها استثنائية أو صعبة بالنسبة لك، ممكن إنك تتخطاها بجوانب مختلفة وبتفكير سليم يعني. فأهمية السلام الداخلي في ظل الظروف إحنا بنعيشها الآن، إنه ما نخلي الظروف هي تضغطنا وتطلعنا من محيطنا كمان. هذا صحيح، لكن مهما كان برضو حتظل الظروف مؤثرة ومشكلة. إذا كانت على مستوى الاستقرار والسلام النفسي، أو على مستوى العداء والعنف، يعني ذات الظروف هي ممكن تخلق الحالة الجميلة دي من الاستقرار، ونفس الظروف بكمية برضو من الآليات ومن المحركات الداخلية ممكن تتحول لبيئة عدائية عنيفة، يتحول الاستقرار لكل شيء قبيح، موت وقتل وأذى لفظي وأذى جسدي، ويمكن ده موجود الآن في واقعنا يعني. ده الحاصل. لو عايزين نشرح ونفصل دكتور ياسر، ده برجعنا كمان للتنشئة. كل ما كانت تربية سليمة بمعناها إنه في حوار داخل الأسرة، في تقبل لوجهات النظر، منطلع جيل سليم وجيل صحي ممكن نعتمد عليه مستقبلا. فأهمية التنشئة في قبول الآخر، وأهمية الحوار داخل الأسرة في ظل الظروف اللي بنعيشها الآن، عشان نطلع لنا جيل صحي متزن احنا نعتمد عليه مستقبلا. ده كلام صحيح استاذي. هي التنشئه دي مع مجموعه حاجات كده محدد،
يعني تنشئة، لما نقول تنشئة في تعلم، ولما نقول تنشئة في تطبع، ولما نقول تنشئة في تربية. أهم الثلاث عمليات ديل التطبع. التطبع ده بقى داير غدوة، يعني عشان 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 نبني السلام على مستوى الأسرة، ونبني الاستقرار على مستوى الأسرة، نبني المحبة والتماسك والجمال على مستوى الأسرة، والأسرة نفسها تبني ذات العناصر على مستوى المجتمع. في حاجات محددة لازم تتوفر على مستوى الأسرة، اللي هي الوالدين أو أرباب الأسرة لابد أن يكونوا قدوة يقتدي بها أفراد الأسرة والأطفال. هنا بتجي عملية التطبع، دي حاجة مهمة جدا في التنشئة الاجتماعية. إنه أنا بتطبع على منه، بتطبع على ما أراه في التجربة الوالدية عندي، البشوفه في أبوي والبشوفه في أمي والبشوفه في الكبار، بقوم عليه. هنا بتفضل مسألة الاستقرار ومسألة السلام، مسألة الاحترام للآخر، مسألة الإبداع والابتكار، متوارثة جيل بعد جيل بديها لجيل. ده ممكن يحصل فيه انقطاع لو شنو، لو عملية التنشئة ما كانت معتمدة على الحاجات دي. يعني مثلا أنا أب ماسك التلفون وقاعد جنب أولادي وجاني تلفون، والله أنا في الكوبري، أنا والله يا سافي يا المكتب، كذبة بيضة اللي احنا بنسميها، لكن هي في اللحظة هي في اللحظة أدت رسالة لابنك، يعني لاختلاف قيم. وكذلك في أشياء تانية، يعني مثلا الأب يكون بيتكلم عن جاره بشكل عنصري، ناس فلان الفلاني ديل أصل قبيلتهم دي ما وراها إلا المشاكل وما ينفعوا جيرة. شوف دي رسائل إحنا قاعدين نديها جوا البيوت وما واعين للأسف بيتلقوها أبنائنا، وبنبقى ما نحن القدوة للسلام وللاستقرار. يعني دكتور حتى على إطار الأسرة الكلام إحنا بنقوله إذا كان من غير قصد، يعني عنده مدلولات وعنده أثر الباقي عند أطفالنا، لأنه هم بيستقبلوا وإنه دي قدوة مؤكد بالنسبة لهم والدينهم. هذا خلينا نتكلم عن نقطة أساسية أنت تفرحت وتكلمت عن نقاط مهمة. إذا كان قديما الأسرة هي تربي والشارع هو يربي، الأب والأم والحبوبة والجد والجدة يعني باختلاف المسمى، الآن الظروف بقت صعبة وبقى ما في تماسك على إطار الأسرة، وأصبحنا نسكن في نقاط ضيقة بعيدا عن مرتع الأسرة والحوش الكبير يعني. فهل ده برضو شكل لنا نوع من أنواع البعد الاجتماعي اللي بنشوفه هسه؟ يعني زمان الحدادي مدادي ده هسه بقى ما في، زمان الأب اللي هو واحد في بيئة العمل، الآن الأم هي برضو عاملة، الابن عامل، التربية ما محكمة بصورة صحيحة يعني. والله شوف يا أستاذ حمزة، أنت قلت حواريتك صغيرة لكن هذا الموضوع لا قدرشي التالي هذا موضوع كبير جدا لا قدرشي، لكن خلينا ما عشان نفترض عشان نمشي تدريجيا يعني في شكل الحوار، خلينا ما نفترض أنه المساحات الصغيرة ضاقت في الأسرة النووية، أنه بقينا في شقة أو بقينا في بيت صغير والأسرة الكبيرة بقت بعيدة، دخلق الحالة بتاعت التباعد النفسي. لا، ده ظروف بتاع التغير اجتماعي طبيعي بيحدث ومفروض يقوي ما يضعف. لكن في حاجات تانية ما مرئية وإحنا ما حسب الله حساب. أولا إنه إحنا حياتنا انقسمت لاثنين، في تواصل اجتماعي مباشر مع الحياة معي ومعك مباشر، وفي تواصل تاني بقى ماسك كل الزمن وموجود ويسمى الحياة الافتراضية. ده بقى مشكل حياتنا على الكل، إحنا شغالين مع بعض باستمرار في كلام. الحالة دي ما مرئية، هي خلقت حالة من الفصام على مستوى حياتنا. إحنا في التلفون وفي الميديا في الحياة الافتراضية جميلين جدا، ونختار من المفردات أجملها، ونختار من السلامة المترف فيها. على مستوى حياتنا الاجتماعية المباشرة مهملين وعنيفين جدا، ومهملين لواجباتنا ومهملين لمسؤولياتنا، وما أي راعي مسؤول عن رعيته. كثير من الزمن بندي للحياة الافتراضية، أصبح ده حالة من الفصام. خلت أنت موجود مع حياتك الافتراضية في زمن أكبر وزمن أوسع،
دخلك حالة بتاع التباعد نفسي بيني وبينك في الوقت المباشر. في المباشر أنا ما قريب منك نفسيا، لكن لو جيتني بهناك في الحياة الافتراضية بنكون قريبين. ده طبعا واحدة مشكلة كبيرة جدا، لأنه لا التعليم ولا الدولة واعية للمسألة دي، ولا المؤسسات بتاعت التربية واعية لها عشان يحصل توظيف عشان كده للميديا دي. يعني عشان كده في مجتمعات يعني عشان توازي وتتكيف مع كل المتغيرات اصبحت تدخل تقانات جديده حديثه عشان ترغب الابناء في عمليه التمازج وتقربهم يعني. أيضا. فالبيت بقى براه ما بربي، بقت التربيه هي على الملا. لذلك ما في ضبط وربط يعني عشان نمسك تدريجيا عشان نكون الفكره العامه للشكل البرنامج. فالتربيه بقت تربيه منصات، والفرقه وعدم التوحد بقى ظاهر يعني. عشان كده بقينا نشوف كل الخطابات اللي بترد من الابناء. يعني في مثل بسيط يعني كان متداول قبل فتره يعني في المنصات، يقولوا الابن او الاب ذاته عشان ينبه ولده لمائده بتاعت افطار ولا غدا، اللي هي كانت اثنين هسه يعني، بيقول له تعال بالواتساب يعني ما بناديه، بيناديه بالمنصات. فده خلينا برضو نشوف الخطاب الموجه. يعني ما في سياسات معينه محكمه للتناول الاسفيري ده يعني، فللاب بيراقب ولا الام بتراقب. فعايزين نشوف عمليه الرقابه نفسها. اذا كانت التربيه داخل البيت، انت شايف ولدك بيعمل في شنو الان انت ما شايف، فقدر كيف مهم انه الابناء الاباء يكونوا بقرب لابنائهم، يعني عمليه المجايله دي. والله شوف، في بعض الدول والمتقدم منها، يعني انا كنت في اليابان في فتره تدريبيه، ديل صنعوا الحضاره مش وصنعوا التكنولوجيا في زمن محدد لاستخدام التلفون. معظم الزمن هو لحياتنا المباشرة، للتساقف اللفظي بالأفكار المباشر، للدراسة والمدرسة، للمكتبة الورقية. ده مش على مستوى الدولة، نزل على مستوى الحياة الأسرية. لا يمكن تكون الحياة بلا ضابط في كل حاجة، في كل حاجة. التواصل الحي المباشر هو ده الحياة، ده الحياة. إحنا محتاجين العودة له، والعودة له أنا بوصي يعني معظم الأسر في إنه خلونا طالما غابت صينة الغداء وطالما غابت الحوار الأسري، الحوار الأسري خلونا نضع لائحة سلوكية محددة نتفق عليها، إنه يا أخي والله استخدام التلفون شي بخصك، لكن في الفترة من الساعة كده للساعة كده خلونا مع بعضنا نتواصل بعيوننا وبكلامنا مع بعض. ده ممكن لحد يضبط الأشياء، وكذلك إذا مشت الحاجة دي إلى المدارس كمان إلى مرحلة جامعية كده بقت في ضوابط. وهو على مستوى التكنولوجيا ذاته، على مستوى المنصات الرقمية اللي بقينا نشوفها، فيها ضبط برضه بتديك زمن معين، بقول لك مدة اللي عايز تقضيها في المنصات، مدتها كذا، استراحة للوقت، بينبهوك عديل كاستشعار منهم، لأنه هي بقت سارقة زمن الناس كلهم. إذا كان ده الخطاب الموجه برضه في منصات التواصل الاجتماعي، خطاب بتاع فيه عنف، فيه نوع من الكراهية بينبعث من أفراد وما بشكل المجتمع كله، فبالتالي ده شكل نوع من البعد برضه، بعد الاجتماع اللي بقينا نشوفه في الفترة الأخيرة. في استطلاع معد من تيم برنامج صباح الشروق بخصوص الأزمات بيجي نشوفها في الفترة الأخيرة، منها نبذ العنصرية والقبلية والاحتراب القبلي زي ما بيسمى بين قوسين الموت المجاني. خلونا نعيش في وئام ونعيش في تسامح، لأن السودان يسعى الجميع. نتابع الاستطلاع، من ثم نعود نواصل حوارنا مع دكتور ياسر موسى. صباح الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا اكيد عبر هذا الصباح من صباح الشروق. استطلعنا اليوم في الشارع وفي الجامعات المختلفه لطلاب مختلفين ولاشخاص مختلفين حول التعايش السلمي في السودان ما بين القبليه والعنصريه والجهويه. حوار كثير وتفاصيل كثيره واراء مختلفه، تتباين الاراء وتختلف. مرحبا بكم، خليكم معنا. الموضوع موضوع التعايش، نحن نستهله او نبدا بالايه القرانيه. ربنا سبحانه وتعالى خاطب الناس جميعا
ما قال يا أيها المؤمنون المسلمون، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أدري نفسر الآية، لكن ربنا بدأ أول حاجة خلقنا شعوب، ممكن يكون شعب نكون الصين يابان أمريكان سودان، في قبائل القبلية اللي هي هسه عاملة مشاكل، والنعرة القبلية دي اللي هي الناس اللي مصالح، لما أقول لي كراسي أو أقول لي مناصب، دي خلقوا بها مشكلة، لكن هي موجودة، القبلية موجودة، ربنا خلقها وذكرها في القرآن، لكن قال عشان نتعارف ونتعايش. التعايش في السودان موجود، القبائل دي متعايشة مع بعضها كويس، في كل الأحياء في السودان وكل تلقى كل القبائل موجودة ومتعايشة. خيركم عند الله أتقاكم، يعني ما بفرق الزول جنسه شنو أو لونه شنو أو هناي، فأنا ما بأيد الفكرة دي، بشوف إنه ما عنده أي معنى وما عنده أي أساس يعني. وقد جاء الإسلام ونبذ العنصرية والقبلية ودعا إلى التسامح والائتلاف والرحمة، ومن ذلكم حث النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من العنصرية والقبلية وذكر أنها نتنة، فقال دعوها فإنها نتنة، حينما اختصم بعض القبائل في قبائلهم قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها نتنة. طبعا لا فرق بين أجمين ولا عربين إلا بالتقوى كما قال القرآن الكريم، وطبعا في النهاية كلنا سودانيين كلنا أخوان، في النهاية يعني لا للتنمر لا للعنصرية. يجب أن يكون مثل الناس دي تكون واحدة تمام ويتعايشوا سوا، الناس دي المفروض يكون يعني مثل حتى يعني النسيج بتاعهم يكون سوا، يعني ما يشوفوا إنه مثل ده أسود أو مثل ده أبيض تمام، المفروض حتى يكون تكون في تزاوج تمام بين القبائل. إذا كان ناس في بعض الناس مثل برا إنه مثل يقول أنا ده أصلي وأنا ده أنت مثل كده وأنت جنسك، هذا ما يجوز. إحنا ربنا سبحانه وتعالى كلنا خلقنا سواسية. صراحة هو موضوع مهم شديد، على حيث إنه أصلاً إحنا عندنا مشاكل أهم من إنه نتشاكل مع بعض وكذا. وتاني حاجة إنه في تنوع كبير، يعني مفروض إحنا نتقبل الحاجة دي إنه نحنا بلد كبيرة وناس مختلفة من لغات لثقافات لطريقة لبس حتى طريقة كلام إحنا مختلفين، فإحنا مفروض نتقبل بعض، ولأنه عندنا حاجات أهم كتير، يعني عندنا مشاكل كتيرة شديد غير إنه إحنا نتكلم عن أنت كده أنت لونك كده أنت بتلبس كده أنت طريقة كلامك كده، عندنا مواضيع أهم. لازم إن إحنا نقعد مع بعض، لازم إن إحنا نكون مع بعض، لازم إن إحنا نوحد نفسنا عشان إن إحنا نقدر نصل لنقطة بتاعت إنه نستغل ثمراتنا ونستغل ثوراتنا ونستغل حاجاتنا بصورة أفضل وبصورة أفضل إن شاء الله. تباينت الآراء واختلفت حول موضوع التعايش السلمي، كثير من الناس أكدوا بأنه العنصرية هي موجودة في السودان ودي سبب المشاكل الحاصلة في السودان والانقسامات الحاصلة، آراء عديدة واستطلاعات كانت كثيرة. إحنا من يعني كلامنا لكل الناس من خلال هذا الصباح بنعزز بدور التعايش السلمي، والمفروض يكون مادة تدرس في الجامعات عشان كل زول يعرف التعايش السلمي، نقدر نعيش بسلام نقدر نعيش بأمان من غير حروب أهلية ومن غير مشاكل قبلية. عودة للزملاء باستوديو صباح الشروق لتكملة ما تبقى من فقرات، إليكم. شكرا زميلتنا ذكريات، وبتذكرنا بقيمة التعايش وقيمة الأمان والاستقرار ونبذ الجهوية والعنصرية في وطننا الحبيب. جميل أن نشاهد استطلاعات مختلفة وبسحنات مختلفة في موضوع الصراع اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة. دكتور ياسر عود لك من جديد، نحن بالعادة يعني الكلام المحصول مرات ما بيعالج يعني، فده كلام طيب منهم لكن الواقع غير، يعني بيشوف انت أبرز مشاكل نحن نعيش الآن بالنسبة للصراعات القبلية، هل السبب الرئيس فيها هو عدم تقبل الآخر أم الموضوع أبعد من ذلك يعني؟ شوف أنا بقول لك كلام أنا مسؤول عنه من خلال حواريتك هذه اللحظة، يعني نحن بنعيش حالة بتاعت فصام على مستوى المجتمع، والفصام هو مرض عقلي بيصيب الشخص بيتسبب هلاوس، يعني من أعراضه الأساسية هلاوس على المستوى السمعي وعلى المستوى البصري، من أعراضه الرئيسية الهزيان والوهم والتوهم، من أعراضه الرئيسية اللي هي الأفكار غير السلوك.
ده تقصد معلش الافكار غير السلوك يعني التطبيق ما في ده للاسف احنا بنعيشه على مستوى حياتنا الاجتماعيه الان. يعني احنا لو مسكنا مايك بنقول احلى كلام احلى كلام، واذا دخلنا الميديا بنقول احلى كلام، لكن في الواقع ممكن اشيل حديده واشيل مدفع واشيل مسدس واكون اكون عدو للاخر وللقريب مني وكده. دي حاله، الحاله دي عندها مجموعه من الاسباب كثيره اللي احنا بنعيشها دي. اولا احنا عندنا قصور على مستوى مناهجنا التعليميه على اكبر مستوى، ما فيه التحفيز للتفكير، فيه الحفظ اكثر. التفكير المرتبط بالاخر وبنوعه وبتنوعه وبثقافته ده ضعيف جدا. عندنا على مستوى المعامله والعقل الجمعي ضعيف على مستوى الجانب التعليمي الاكاديمي. ده خلق حاجه ثانيه، ما هو ده نفسه اللي تعلموا فيه كل الناس بما فيهم السياسيين بما فيهم الساسه، ما هم خريجين ذات التعليم. ده خلق حاله من عدم الانضباط في حدودك المرتبطه بادائك. يعني لا مؤاخذه انت تاجر خليك في تجارتك، مصنع جزمجي خليك في حاجتك، بتكب البنزين بتاع سياسه خليك في سياستك، معلم خليك. احنا هنا تداخلت الاشياء، مشجع الكوره هو مدرب وممكن ينزل يلعب، والسياسي هو كل الحاجات بدون حدود. حدود ما في، الحدود اللي ما في دي خلت السياسيين للاسف في حالة الاستقطاب الاجتماعي الكبير، بيجوا يستخدموا الميديا في أسلوب القطيع، إنه مجموعة إشاعات شوية تكون بها رأي ضد فئة معينة تحرك الدنيا وتخليها في حالة النزيف بتاع الدماء الموجود ده. وخلينا نقف هنا تدريجياً عشان برضو نربطها بالمشهد السياسي احنا عايشينه، احتقان سياسي كبير في السودان، في اقاليم وانهيار اقتصادي كبير، دي كلها اثار مترتبه على عقليه الانسان وعلى طريقه سلوكه كمان. فاذا وقفنا في النقطه دي من غير ما نشير لجهه معينه، يعني شفنا فتره كان في الشرق، فتره في الغرب، فتره في اقليم النيل الازرق في الاخير، يعني احنا الان عايشين وضع صعب. احنا عايزين نبشر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. احنا عايزين نبشر بالخير، دي الظروف اللي احنا عايشينها الان بكل تفاصيلها. المخرج منا شنو يعني؟ ما كلام المخرج منا باساس متين، اذا انت كبير كنت بتتكلم عن مناهج دراسيه المفروض يعلم، المفروض يكون فيها تقبل الاخر، المفروض يكون فيها احتكام لصوت العقل اكبر من الحفظ اللي هي خرج السياسيين الان بيتعاملوا بالطريقه دي. طيب الحل شنو؟ هل ينقرض جيل كامل عشان يجي جيل جديد صحي يعني، ولا نعيش كيف في ظل الظروف اللي عايشينها دي؟ كلام سليم استاذ حمزه، لكن خلينا عشان دائما نوجد حلول لاي حاجه نفهم المشكله. إذا كانت المشكلة بالشكل ده، إنه إحنا عندنا قصور كبير جدا في احترام الآخر وتنوع ثقافته، علما بإنه التنوع واللي عملت له الأمم المتحدة يوم عالمي هو 21 مايو من كل عام يوم احتفال بالتنوع. إحنا هنا أغنى بالتنوع عن الذهب والبترول ومنتجاتنا الزراعية. يعني إحنا لو جيت تشوف الغنى بتاعنا هو غنانا في التنوع الاجتماعي والثقافي الموجود ده، هو مصدر قوة للدنيا. أي مكان في العالم مصدر قوته هو التنوع الاجتماعي والثقافي، ده اللي بيخلق الحالة من التنمية، ده اللي بيخلق الحالة بتاعت احترام الآخر، ده اللي بيخلق الحالة بتاعت الإبداع والابتكار والاكتفاء الاقتصادي والمادي. إحنا الحاجة دي عندنا عكس ليه؟ عكس أبداً ما ممكن نرمي باللوم فقط على المجتمع، نقول المجتمع والله جاهل وأمي وكده. لا، المستنير من النظم، ما دي اسمها نظم مجتمع، النسق السياسي، النسق الاقتصادي، النسق التربوي، النسق دي نسق، دي بتشكل الوحدة بتاعت المجتمع. دي إذا ما اشتغلت واشتغلت بكفاءة يا أستاذ حمزة، اشتغلت بكفاءة عشان تكون في لحمة اجتماعية ويكون في وحدة اجتماعية، حيستمر النزيف ده
بالشكل الفظيع اللي كل يوم بنشوف في ناس في أجمل بقاع السودان، أجمل بقاع السودان من حيث الطبيعة والجمال، وجيران بعض وعايشين مع بعض، وتاني يوم قاموا كل زول شال سلاحه وقتل الآخر. يعني يا دكتور، نفس أهلنا في الجودية والعموديات المستقلة وأهلنا في أقاليم السودان اللي هو كان بيعيشوا في أمن واستقرار لفترات طويلة، الخلاف بقى على أشياء بسيطة للأسف، مأكل ومشرب ومرتع وسرق وما سرق وتفوق نوعي. تعرف في مشكلة تانية، إنه ديل شايفين روحهم أفضل من ديل، ده ما كان موجود لكن أيوة، ديل شايفين روحهم أفضل من ديل وهكذا. يعني الحاجة بقت ماشية بالشكل ده. هل تغير الجيل يعني من نفس من نفس أهالي المنطقة؟ إذا كان زمان في الجودية، إذا كان في خلاف بيتم داخل المجتمع نفسه يعني. إحنا يعني إحنا سودانيين يعني، الحاصل إنه إحنا بقينا أسيرين للظروف الاقتصادية بشكل كبير، وما قدرنا نسيطر على التغيير الاجتماعي اللي حصل على المستوى السياسي وعلى المستوى عشان نقدر نمشي بيه ولي قدام في حياتنا. الحصل إنه بقت في فئات ممكن تكون قليلة أو كثيرة، بقت تحرك نعرات عنصرية تولي على المسائل الماشية دي. ده عشان يكون بالضرورة الدولة نمرة واحد. بالمناسبة إذا كان رب البيت بتدف في ضارب فشيمة أهل البيت الرقص، الدولة لازم ما متفرج، الدولة لازم تخد يدها على الحاجات وترتب الأمور، ونجرم اللفظ العنصري نمرة واحد، نجرم التعالي العنصري يبقى زيه زي أي سرقة، زيه زي أي أذى جسيم، برضو الأذى اللفظي المرتبط بالعنصر نجرم. ده لحد نمرة اثنين، خلينا نطلق يدك ويد الإعلام، وأنا بفتكر السانحة دي فلتكن بداية لكل أجهزتنا الإعلامية الحوارية الصغيرة دي اللي لسه إحنا شغالين فيها دي. والله ما في إعلام مسؤول وقوي وقادر يخط يده على قوة التنوع وخطر العنصرية، ويوري للناس ويسوق للسلام والأمان، حنمشي في وضع أسوأ. يعني الإعلام عنده دور، ودور كبير جدا. الدور الكبير ما بس نتكلم في المشاكل، الدور الكبير إنه خلينا نظهر حالة التنوع الموجود والجمال الموجود في التنوع الإنساني السوداني. ده مرتبط يا أستاذ حمزة بالفنون والجانب الثقافي، في أتراحنا وعاداتنا وتقاليدنا وأشياء كثيرة دي بتشكل قوتنا. مهمة وانت طرقت عليها، ظل الصراع اللي احنا بنعيشه الان عشان ما يسيطر علينا، نسيطر عليه ونحن تذكرت حتى على مستوى الدولة المفروض يكون في حسم واضح، واحتقان السياسي بيجيب نشوف الحشد حتى في منصات التواصل الاجتماعي كبيرة، وده برضو دافع رئيس لكتابة منشورات معينة تثير. يعني إذا كان أنت بضغطة زر يعني ممكن تصلح ممكن تفسد يعني. فلو تكلمنا حتى مشاكلنا في تفعيل القوانين اللي هي أصلا موجودة، كل مرة تشكل لجنة لحل قضية معينة الأتيان بها بيجي في فترة متأخرة، فأنت برضو بتشوف عملية العقاب الرادع في فترة سريعة والتهاون به، وهو شكل التمدد ده. ده حقيقي. من أمن العقاب ساء الأدب. إحنا الآن على شفا ضيع وطن. إذا استشرت حالة العنصرية دي أكبر من النووية، أكبر من السلاح النووي، دي الأكثر خطورة، دي الممكن تشرزم بلد بكاملة. يبقى بالتالي لازم التدخل بتاع الدولة على مستوى القوانين والتشريعات والتجريم بسرعة. نمرة اثنين، خلينا نخاطب بس من الخلال السانحة دي، يا أخي كل زول شايل سلاح ولا كل زول ما شايل سلاح، كل زول قاعد في الميديا أو كل زول قاعد قدام شاشة الشروق هسه، يا أخي دائما فكر في الرسالة الجاياك على مستوى الإعلام أو على مستوى الميديا، وفكر في البنتج الرسالة، وفكر في الهدف الجاي بالرسالة. بعد كده أعلن انحيازك للموضوع. يعني ما تقوم قومة بنمرة خمسة قطيع ساكت طوالي إحنا مع أي رسالة تجي والهاشتاك يدور وكده. لا، خلينا نهدى شوية، نفكر في الرسالة، نفكر في المنتج للرسالة، نفكر في هدف الرسالة. دي نمرة واحد نصيحة. نمرة اثنين نصيحة، خلونا يا جماعة، خلونا في جوانا إذا بنحترم نفسنا بنحترم زواتنا
بنحترم الحاجة الحياة اللي احنا عايشينها واللي بنعمل بها، يبقى بالضرورة بنحترم الآخر. لا يمكن لإنسان يكون بيحترم ذاته وهو ما بيحترم الآخر، لأنه احترام الذات هو في احترام الآخر. دي واحدة. وتذكروا تماما إنه زمان بعد الثورة المهدية ولما قامت مدينة أم درمان، إنه مدينة أم درمان أعرق شوارعها كان هو النباوي، ود النباوي والنباوي، وأعرق شوارعها هي العباسية شارع الأربعين، وأعرق شوارعها شوارع الموردة، وأبدا أبدا ما كان في جارك منه ولا جارك البيجاي منه، كله بيأكل في صينية واحدة وبيعيش حياة واحدة والحياة جميلة. دكتور ياسر، بلغة أهل الكورة انت باسط لي شيء مهم جدا ونحن طالعين له هسا عشان نشاهده، يعني تنوع الإثني والعرقي، تنوع في تفاصيلنا الاجتماعية، وده شكل إنسان السودان الواعد اللي بقينا نشوفه في كل ملماتنا الاجتماعية والإنسانية معانا في كل مكان. والرقصات الشعبية السودانية منتشرة في كل مكان في السودان، وأي قبيلة، ده ما تعصب للحياز القبلية، لكن أي قبيلة بمسماها السوداني هي عندها إيقاع، عندها رقصة بتميزها عن الأخرى، بتعبر بها عن فرحها، بتعبر بها عن كل تفاصيلها الاجتماعية. الكرنج في جبال النوبة عنده طابع خاص احتفالي في الميادين وفي الشوارع وفي الحلال والفرقان، تعبيرا للفرح، تعبيرا للحالة الاجتماعية. وكمان ما وقف فقط في تفاصيل الفرح، كمان هو عبارة عن نفير اجتماعي للحصاد اللي بقينا نشوفه. يعني احنا لسه في فترة حصاد، يعني في شهر نوفمبر ان شاء الله حنشهد عملية حصاد واسعة ان شاء الله يكون مبشر. فنتابع الرقصة الشعبية الكرنج من خلال صباح الشروق، ومن ثم نعود لنستكمل حوارنا مع ضيفنا داخل الاستوديو. مشاهدينا، مهرجان الكرنج نافذة جديدة أطل من خلالها تراث أهل الجبال عبر مشاركة الفرق الموسيقية والغنائية التي شكلت قوس قزح النوبي الملامح، أعاد الزمان إلى صيرورته الأولى فأرجع عقارب الساعة إلى 500 عام أو يزيد. فالوجوه هي ذات الوجوه، والوجدان هو ذاته، وإن اختلفت جغرافيا المكان التي تحولت من أرض الجبال إلى بقعة أم درمان. تراث جبال النوبة كاد أن يندثر، ولكننا اجتهدنا لكي نحافظ بالقليل منه. فاليوم قد يكون الأسبوع الثالث تقريبا، الحضور يعني وسط ما زي كل المرات الفاتت، ويعني الفرق الموجودة الآن 4 فرق، وهنالك عدة فرق لن تشارك حتى الآن، وإن شاء الله في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة ستشهدون كثير من التراث. مناطق جبال النوبة اشتهرت بأنها ملتقى للقبائل المختلفة التي شهدت التاريخ القريب والبعيد تعايشا سلميا وهادئا بينها، فهي من المناطق ذات الإرث التراثي الذي يتسم بالقوة والقابلية للتطور. فأكثر ما يميز هذا التراث وإيقاعاته أنها جاءت مترجمة لأنماط وأشكال الحياة المختلفة. طبعا الرقصات عندهم عامة في الحفلات وفي العراس وفي جميع التناصيب بتاع الأمير أو المك أو عندهم في الأعياد، كل النادي بيستخدم. ويعد الكرنج أحد الإيقاعات والرقصات القديمة في تراث النوبة التي شكلت أبعادا جمالية وفلسفية عميقة تعيد للذاكرة تفاصيل تلك الوجوه الحميمية. فكل نغمة كانت تستعيد معانيا عظيمة لزمن جميل ووطن لم يعرف معنى للحرب، بل فطر على الحب والود والوحدة والوئام. أهلا من جديد مشاهدينا، نواصل فقرات صباحاتنا الندية. ده التنوع اللي احنا بنشوفه
وتكلمنا قبل انه التنوع ده كبير، تنوع اثني، تنوع في مجالات مختلفة، ممكن يكون بارقة أمل لأمل جديد ومستقبل مشرق بإذن الله إذا اتحدنا بذات التفاصيل اللي شاهدناه. قبل تكلمنا عن الحالة النفسية اللي نعيش الآن، سيل من موجة الإحباط بتسود الآن الشارع السوداني نظراً للوضع الاقتصادي اللي عايشينه ونظراً للضغوطات النفسية الكثيرة اللي أصبحت تؤرقنا يعني. فبرأيك شنو المخرج الرئيس للضغوطات والأزمات النفسية اللي عندها آثار مترتبة على حياتنا في الفترة الأخيرة يعني؟ والله شوف، رسالة كبسولة كده للجميع يعني. الإحباط بداية في طريق الكآبة، وده طريق اللا عودة، ده طريق خطر جدا. صحيح إحنا كمية من الأسباب اللي بتؤدي للإحباط كثيرة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، حاجات كثيرة. صحيح إنه أحلامنا وآماننا اللي كانت عريضة وكبيرة انهارت ونزلت للأرض، لكن أبدا ما في قوة خارقة يعني، ما الجن ولا القوة الما مشيوفة هي اللي حتجي تنهض بالبلد. ما في بلد بينهضوا بها إلا ناسها ذات، وما في كبوة بتاعت إحباط بتمرق منها إلا بإرادتك أنت ذات. انتظار المنقذ وعصا موسى ما بتنفع في التنقذ. ما بتنفع، لابد من إرادة على مستوى حياتنا الفردية. على مستوى الحياة الفردية يا جماعة محتاجين لحد كبير جدا نقلل من العزلة والاهتمامات الفردية. خلونا نخلق في حياتنا المشترك مع الآخر. المشترك مع الآخر ده ممكن يكون مع أولادك لو كنت عندك أولاد، مع زوجتك، مع أصحابك، مع جيرانك، مع المطروح من منتديات ثقافية ومراكز ثقافية وكده. لابد من اهتمامات مشتركة مع الآخرين، ولابد من اهتماماتي الفردية اللي ببحث عنها في الميديا وفي التلفون وفي اللابتوب، أتخلى شوية عن النشاط الفردي في البحث وأعمل كولكتيف لي مع زول تاني، أمشي مع حمزة شوية نشوف حاجة بنهتم بها مع بعض. الكلام ده بطلعنا من حالة الإحباط، والكلام ده هو اللي بيسوقنا للإرادة الجمعية اللي نراجع بها الانهيار ده ونقوم تاني. ما في حاجة اسمها نهاية دنيا لأنه إحنا تخزلنا أو لأنه الظروف الاقتصادية سيئة أو كده. ده كله حاجات بفعلنا إحنا كبشر، بفعلنا إحنا كبشر ده لابد مع بعضنا نكون الإرادة أن نحدث بها التغيير في الأول على المستوى الذاتي، ونمرة اثنين على المستوى الاجتماعي. فننتبه، بيسرقنا التلفون كثير في الانتظار، بيسرقنا اللابتوب كثير، بيسرقنا الحياة الفردية كثير، الشيشة والقعدة بتاعت الشاي والقعادة المسهم براك ده لو استمر بيتحول لعادة وبيسوقك بعيد بعيد خالص، وما بساهم في حاجات كثيرة تانية في حياتك يعني. كلامك عين العقل وعلى راسنا من فوق، كلام جميل، وإذا خدت منهج لسلوك ممكن إحنا نعيش في استقرار يعني، روشتات خفيفة في تخصصات في مجالات مختلفة، لكن هي بالصب كلها في مصلحة الإنسان يعني الجمعي. أنا مقدر جدا دكتور ياسر موسى، اختصاصي علم النفس الاجتماعي، على حضورك صباحا وعلى تكبدك المشاق عشان تدلي بدلوك يعني لكل المشاهدين. كتر خيرك، أنا مقدر جدا حضورك. شكرا أستاذ حمزة، وشكرا لكل المشاهدين. صباح الشروق وصباح الخير عليكم جميعا. الله يكرمك.